أجل فوزي شغل بحيات اليوم إيش اليور أبروتش في التريتمنت؟ يعني بمعنى آخر جاك مريض ثلاث شهور بيشكي عنده ألم محدودية في الحركة، شو بتعمل؟ تعطيه ستيرويد؟ تعمل له إنجكشن؟ تبعته فيزيكال ثيرابي؟ تقول له إيش أعمل في البيت؟ إيش الأبروتش؟ وين تو ديسايد سيرجري؟ متى؟ فين؟ متى؟ أفتر تايم لاين؟ 2 years. I have 2 years. I have in literature, by definition, I have 2 years for work. To wait 3 years, ما لطفش كم زياد متى you decide to do أعمل surgery أصلاً؟ أيوة. لا أنا بستنى at least four months. I'm waiting 4 to 6 months before that. هلا هاي الكونسيبت ايش نعمل وكيف نعالج المريض؟ هذا مهم لانه الفروزن شولدر از كومن. هلا هو تعريفه هو بفنومن فيتشر بيكون كان ليميتيشن للموشن سواء كان اكسترنال روتيشن او ابدكشن. واول ما بيبدا اصلا زي ما حكى الدكتور زياد في الكراكو هيومر ليجمنت بيبدا بالاكسترنال روتيشن كومن 2 ل 5% من الناس بال 20% بالديابيتيك وكثير بنشوفهم احنا ديابيتيك بيشنت عند الفروزن شولدر. الامريكان شولدر اند البو سيرجن سوسايتي ديفاين الفروزن شولدر از ا كونديشن اوف انسرتين اتيولوجي. لازم يكون ايديوباثيك عشان يقول ذيس از فروزن شولدر كاركترايز باي سيجنيفيكانت ريستريكشن اوف اكتيف اند باسيف موشن. باسيف موشن مهم هذا بالايفالويشن. That occur in the absence of known intrinsic shoulder disease. يعني واحد عنده rotator cuff ولimitation هذا مش فوزي. وصلت الفكرة؟ واحد عنده fracture وصار له هذا مش فوزي. It's uncertain injury. And who are patients at risk؟ كان عملتهم أسئلة وأجوبة. طريقة أفضل ها؟ Who are patients at risk؟ شو بتتوقع؟ ليش حكينا مين كمان؟ هايبوثايرويد. للعلم احنا شخصنا في عيال المرضى عندهم هايبوثايرويد زي الفروزن شولدر. فانا روتين بالعيادة بعملهم هيموجلوبين A1C وثايرويد فانكشن تيست. اذا ايتيولوجي از انون لكن هو ريسك فاكتور. اهم شيء الكومون اللي بنشوفهم دايابيتس وثايرويد شولدر انجري. احنا اذا اوستروماتيك شولدر هذا مش فروزن لكن احيانا ممكن انه مينيمال تروما ماينر تروما حركه خطا تعمل لك هذا الكاسكيد اوف انفلاميشن اند كونتراكشنز. سو ات از نوت ذا تروما ذات كوز ذا ديزيز بس ات تريجر ذا ديزيز. اوكي واضح؟ يعني ذيس از نوت بوست تروماتيك ستيفنس بس ات از فروزن شولدر سكندري تو ا تريجر ويتش واز ذا تريجر ذا مين. ناو other patient, stroke patient, MI, Parkinson, cancer, patient with cancer, autoimmune disease, and nibotrine contracture. I think the shower may be frozen with nibotrine in that disease. Which age and gender? When did you occur? Female. 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 في non-dominant hand. Which age? 40 to 60 صحيح؟ هذا مهم حقيقة لأنه الايج بيعطينا كلو فور دايجنوستس. فإذا مريض كبير ما نفكر في فروزن نفكر في سكندري. يعني واحد عنده روتيتور كاف وصار عنده ستيف صحيح. واحد يان مهم نفكر في ايه؟ تمام. شو كمان؟ شو كمان؟ الكانسر مهم بالجنسي. أنا شخصيا عالجت مرض شاب عنده فروزن شولدر كان طالب كلية الطب. أنا روتين بعملهم إكسري روتين كلهم كل المرضى كبير صغير بعمل لهم سبع زيادة بتعمل شيء غسان نفس الشيء يعني أنا مش دائما أنا كلهم بعملهم إكسري فطلع عنده أوستو ساركوما بروكسيمالي. مشان هيك مهم نستثني باثولوجي. The pathophysiology inflammation contracture adhesion ثلاث شغلات. أول شيء بيبدأ inflammation بعدين يصير contractions للأنتيريور للروتيتر انترفال للكراك الهمر الليجمنت وبعدين بصير للكبسول بصير ادهيجن. اللي بيعمل فروزن شولدر سيرجري بيشوف انه حتى ادهيجن بالسب اكروميال سبيس وبانز اوف فايبر اوبتيك بانز. اجين ذا كراك الهمر الليجمنت فيرست. مشان هيك مهم اكسترنال روتيشن اذا ليمتد ويتش انديكيت كونتراكتشر اوف ذا كراك الهمر الليجمنت ويتش از افكتد فيرست. بعدين بصير كونتراكتشر اوف الكبسول اللي بيعمل ليمتيشن in all directions. How can we diagnose adhesive capsulitis?
clinically or clinically? Clinical. This is a clinical diagnosis. Not MRI, not X-ray, not ultrasound. Clinical diagnosis based on history and physical examination. عدد مرض بيجيك عنده صدمة كان كويس مرة واحدة صار عنده ألم بدون تروما بدون شيء. في بعضهم شوي gradual increasing. هذا المرضى بيجيك ألم شديد من البداية. Anterior shoulder pain. وكل السيمبتومز كلها دائما في معها limitation of motion. مشان احنا بنشخص لما يجيك مريض pain, limited external rotation, نعرف انه this is mostly within the typical age, نعرف انه this is frozen. لكن السؤال بعض المرضى بيجوك عندهم neck pain. هل هذا part of radiculopathy ولا هو part secondary to frozen shoulder؟ مين بيعرف؟ overuse. اغلبهم overuse. لما هو بيكون عنده stiff shoulder وشو بصير يستخدم؟ المصل neck muscle صحيح؟ فممكن يجيك with pain. So it's a clinical diagnosis, history, physical examination. بالexamination مهم جدا ايش؟ مين فحص مريض frozen shoulder؟ كل لما فحصته تألم؟ تألم مخالف عليك وصلت؟ مهم جدا لما نفحصه نكون very gentle. Painful. أنا بيجوني مرضى لما أجي أقول للدكتور ما أدري فحصني ليه؟ ما تألمت فحصني الدكتور صرخت من القلب والله قاعد كمان أتألم. مشان هيك ننتبه please be very careful not to cause pain for the patient. أنت إذا تشوف إيه مثل كل شيء جنتل لا تألم المرضى. الباثوجنوميك فيتشر زي ما حكينا loss of passive motion. السؤال كانت ب frozen shoulder or adhesive capsulitis if there is normal range of motion. مش ماشي معكم. ما شفتوا مريض بيجي عنده زي الامبنجمنت بتعطي انرجي زي برجع لك بعد 3-4 اسابيع ستيف. ففي الايرلي ستيجز ممكن تكون انديتيف بيجيك مريض بس بين فتتفكروا امبنجمنت ولهذا الدياجنوز شو بيكون لما يجيك المريض بالفولو اب عنده ليميتيشن بيقول لا this is not امبنجمنت اللي انا كنت متخيله this is so normal range of motion initially on the early stage cannot rule out for the shoulder. Red flag, not malignancy. Meaning you have to rule out more serious cause of stiffness. How can we do clinical examination? أهم شيء زي ما حكينا أرجوك خليك لطيف شوف المريض كيف يجيك أصلا زعلان وتعبان ومش نايم لا يزول الألم. Okay. أول شيء بنخلي يعمل active motion. دائما أنا ببدأ بالactive motion. ليش بالشكل هذا؟ المريض يعمل abduction. Abduction. شوف كأنه يصير shrugging للشولدر. طلع الشولدر. فإذا this stiffness or it is pseudo paralysis هون بيجي دور الـ passive motion. بعدين تخليه يعمل external rotation. يعمل passive motion. شو قديش limited عند هذا المريض؟ active acceleration. The active is limited. احنا عندنا limited abduction, limited acceleration. بعدين تخلي يعمل forward rotation. قارن دائما compare the normal and the side. بيعمل internal rotation. قارن بين شو قديش سيدي limited هذا المريض. الآن بيجي دور الباسيف موشن. هون بتميز يعني ما بعمل لك هيك هذا روتيت الكف ها ولا مشلول ولا ستيب شولدر. هون بيجي هو شوف انا بحكي له لا تخاف ما تتالم راح اعملها جنتل ري اشور البيشنت. وانت بتفحصه ضروري انه تكون لطيف وبنفس الوقت تعزز نفسيته لا تخاف من الفحص هلا راح اكون جنتل بالفحص. وهذا لا اوفي عليكم دائما في العياده ببدا في النيك اي شولدر بين في النيك نورمال سايد بس اوصل للاب نورمال صعب او المشكله المرضى بقول له لا تقلق هون راح نكون لطيفين هذا خليه روتين في البراكتس تبعك. طيب is there a rule for imaging؟ زي ما حكينا it's not to diagnose but it's to rule out other things. اوكي okay.
Now, ايش الاذر كوزز؟ روتيتر كف، الاوستيوارثروسيس، الكالسيتيك تندمايز. الحين بجيب صوره مشابهه للفراكتشرز والمالجنسي، مشان هيك يعني بتعمل اكس راي على روتين، بعمل اكس راي. ممكن سم تايمز اف يو ار ان داوت، شك في روتيتر كف، ممكن تعمل اللي هو الام ار اي. الام ار اي ما بنشوف كثير، بس بنشوف الفوليوم هذا اللي ارتفعوا شيء، شرينكج صار فيه او ثكنينج للكبسول. احيانا بنشوف الكرات الهيومرال ليجامين ثيك. ليدوكاين تيست حكينا عنه امبارح، ضروري نادر ما نعمله، نادر جدا، بس اذا انت ان داوت تشيك المرض امبنج مثلا، بعدين رجع ليمتد انتيلر اكسيلر روتيشن، تحكي هذا ادهيزف كابسولايتس ولا امبنج، تعطيه سب اكروبيوم. اذا شفته تحسن معناته ذيس از نوت، اذا ما تحسن معناته فاحيانا او نادرا ما يحتاجه، بس اتس نوت اوكي. فاذا تحسن ذيس انديكيت انه ذيس از سب اكروبيوم. هاو كان وي مانج ادهيزف كابسولايتس؟ ما في كونسيستنت كونسنسس، يعني فيش كل واحد لكن شو الكل مجمع انه الرول فور نون اوبرتيف، ماجوريتي اوف بيشنت تريتد نون اوبرتيف بدون عمليه. في هون علامات ساكتس، في هون مرضى شهرين صار له مشكله، تلاقي انه اثنين ثلاثه حكوا عمليه حتى بفور فيزيكال ثيرابي بفور انجكشن، هذا خطا هون برايفت، لانه شود نوت اوبريت اون ذا اير بزنس. سو وي ماست كونسيدر ذا ديزيز ستيج وين بلانينج تريتمنت استراتيجي. فاحنا في اي ستيج؟ بتعرفوا الستيجز اوف فروزن شولدر؟ لان في عندنا الايرلي فريزنج، فريزنج قاعد بتجمد شغاله. هذا الفيز او الستيج بيكون في عندنا مور انفلاميشن مور بين، لكن الليميتيشن اقل، الليميتيشن اوف موشن. فمشكلتنا بالانفلاميشن وايش؟ والبين. بعدين بصير جراجوال يزيد الليميتيشن اوف موشن. في الليتر ستيجز في الفروزن والثون في الستيج بيكون في عندنا البين والانفلاميشن اقل، بس المشكله وين؟ المشكله السيفير